بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن هذه الأيام في أجواء الصيف، من عادات المغاربة أنهم يقيمون الأفراح والأعراس، لهذا نطلب من الله تعالى أن ييسر لكل شبابنا العزاب وشاباتنا العازبات، ييسر لهم سبل زواج على سنة الله ورسوله. فحديثنا اليوم سيكون بإذن الله تعالى حول قضية الزواج والصفات التي ينبغي التركيز عليها في الاختيار، حتى يكون ذلك الاختيار صائبا وتكون الحياة طيبة. الخالق جل جلاله هو الوحيد الواحد المتفرد بجلاله، لا صاحبة له ولا ولد، سبحانه ما أعظم شانه. وغيره من المخلوقات جميعها خلقت من ذكر وأنثى، كل مخلوق على وجه الأرض من ذكر وأنثى. ومن ثم كان البشر على نمط الكون كله فهو خلق من ذكر وأنثى. لماذا؟ لكي تقع الخلفة، ولكي يستمر النسل، ولكي تستمر عجلة الحياة. الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذا نداء إلهي من فوق سبع سماوات، ورد في سورة النساء. الحق جل جلاله يخاطب كل الناس: يا أيها الناس، يأمرهم بالتقوى ويؤكد لهم بأنهم جميعا خلقوا من نفس واحدة، ومن ثم هذه النفس انشقت منها زوجها. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى بث من هذه النفسين رجال كثر ونساء كثر، ثم بعد ذلك جاء هناك الأرحام. لا يتحقق ذلك إلا بفعل التزاوج الذي يكون على سنة الله ورسوله. لهذا ربنا سبحانه وتعالى جعل العلاقة الزوجية آية من الآيات الدالة على عظمته وعلى إبداعه في الخلق. يقول جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا كله تذكير من الله جل جلاله في كتابه العزيز لكل خلقه، لكل الناس، أن يستحضروا هذه النعمة. تصور لو أنك كنت عدم، لم تكن خلقا، وتصور أنك لو كنت خلقا فقط مفردا ليس لك زوجة، وتصور أنه لو لم يكن هناك تزاوج، ما الذي كان سوف يقع في الوجود؟ سيقع هناك فناء وخراب والعياذ بالله. الآن وقد تركز في الأذهان بأنه لابد لكل شاب وشابة وصل إلى سن الزواج أن يتزوج، ونحن في فصل الصيف نسأل الله تعالى أن يكثر الأفراح والمسرات والأعراس. ما هي الصفات التي ينبغي التركيز عليها في الاختيار حتى يكون اختيارنا سليما؟ الناس عادة يبحثون عن عدد كبير من الاختيارات، والدين الإسلامي يركز على نقطتين رئيسيتين، يركز على جانب الدين والخلق، الدين والخلق. فمثلا الرجل إذا جاء يخطب المرأة، لا شك أن الرجال وأن العائلات يتساءلون،
أين يعمل هذا الزوج؟ وكم هو راتبه الشهري؟ وهل عنده سكن؟ وفي أي منطقة هذا السكن؟ هل هو على وجه الكراء أو على وجه التمليك؟ هل يمتلك سيارة أم عنده نقل عمومي؟ دائما يتم التركيز على الجوانب المادية. الدين الإسلامي قال لنا لابد أن نركز على نوعين اثنين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رأس المال الحقيقي هو الدين ثم الخلق. طبعا الدين وغير الخلق، قد يكون الرجل متدينا، تجده مصليا صائما ذاكرا ملتحيا ويحافظ على السنن، هذا دين. لكن الخلق هو أن يكون إنسان لين طيب القلب متسامح ليس فيه صعوبة في الحياة، لابد أن تكون فيه الصفتين الدين والخلق. فقد نجد إنسان متخلق، إنسان يؤمن بالمبادئ ويؤمن بالقيم ويؤمن بالعدالة الاجتماعية، إنسان ديمقراطي، إنسان حداثي، لكنه غير متدين، هذا لا تقرب له. لا غير متدين، لا يكاد يعترف بالله ولا بدين الله ولا بالبعث ولا النشور، يقول هذه ثقافة دينية ولت وأدبرت. هو متخلق يؤمن بالأمانة وعنده قيم العدالة وقيم الحب للإنسانية واحترام الآخر، لكنه إذا حدثته عن القرآن يقول لك ذلك كلام ولا وأدبر. إن حدثته عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول عنه كلام يسيء. هذا متخلق لكنه غير متدين وبالتالي لا يصلح. وقد تجد العكس، يكون متدين صلاة صيام تلاوة قرآن ذكر، يركز على السنن الصغيرة اللحية وعلى القميص وعلى كذا، ولكن إذا عاملته تجده صعبا غليظ الطبع سيء الخلق والمعشر، هذا أيضا لا يليق. لابد في الزوج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون فيه صفتين: صفة التدين من صلاة وصيام وذكر والتمسك بالمبادئ الدينية، وثانيا أن يكون متخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة، عادة الناس في المرأة عندهم نظرات مختلفة، وقد شخصها الإسلام، بينها. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هنا النبي الكريم يرشد إلى تقاليد وعادات وأعراف الناس. من اللي كيبغي يخطبوا الدرية، التركيز يتم على مجموعة من الأشياء. للمال يقول له: هاد السيدة أش كتربح؟ واش موظفة؟ شحال كتربح في الشهر؟ عندها شي أملاك؟ عندها شي تركة؟ عندها شي إرث؟ كيشوفوا المال. والنظرة الثانية: ولحسبها، شكون باها؟ باها هو القيد فلاني، هو القاضي الفلاني، باها هو البرلماني الفلاني، هو الوزير الفلاني. يقلبوا على الحسب، مع من غتناسب، دائما يكون عنده حسب ونسب. وكاين الامر الثالث: لمالها ولحسبها ولجمالها. كاين اللي كيبغي يدي البنت على الجمال، عطى الله واحد الصوره مشرقه جميله، كيقول هذه هي كل شيء. وكاين الدين ولدينها، كاين بعض الناس كيقلب على واش هي محافظه على الدين، واش هي مصليه، واش هي متخلقه، واش تؤمن بالمبادئ، تخاف الله. هذه هما الأهداف التي عند الناس. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيقول لنا هذه كلها مقاصد بشرية مطلوبة ومسموح بها، لكن يوصينا قال لك: فاظفر بذات الدين تربت يدك. لك لابد غتغلب واحد المبدأ على الآخر، واش المال أم الحسب أم النسب أم الجمال أم المال، قال لك عندك ركز على الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، حتى ورث المال. ومن هنا النبي الكريم
وصف لنا بأن الكنوز اللي كيكنزها الإنسان، كل اللي عنده كنوز أشكال وألوان، كل اللي عنده فوق الأرض وفي بطن الأرض وفي الأبناك وفي العقارات وعنده شواهد علمية وعنده مقامات، قال لنا لا، هذا الشيء كله متاع الدنيا. هل أدلكم على خير ما يكنزه المرء لنفسه؟ اللي بغى يكنز واحد الكنز حقيقي اللي غيستافد منه هو وأسرته وذريته، شنو هو؟ قال ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء لنفسه؟ المرأة الصالحة هي أكبر كنز. المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غاب عنها حفظتك في نفسك ومالك. هناك نلاحظ بأن البعض ربما قد لا يستسيغ هذا الحديث، ولكن الواقع إذا شفناه من العمق غادي نلقاو شحال من واحد عنده كنوز الدنيا، عنده مراتب في الحياة، عنده أموال، عنده مقامات، ولكن ابتلاه الله بواحد المرأة شديدة كتوريه الويل. أعرف عدد كبير منهم أناس في مقامات رفيعة، وملي كتقترب منه كتقول هذا الرجل سعيد، هذا الرجل عنده المال وعنده الجاه وعنده كل شيء، ولكن مسكين تجده بأنه ابتلي بامرأة شديدة، طباعها شديدة. قال لك هذا مسكين ضيع، حتى حاجة ما كتحلاليه. ما قيمة المال وقيمة هذه الممتلكات والمرأة شديدة الطباع أو عندها شي صفات اللي كتخليه دائما يشعر بالأرق؟ المرأة الصالحة هي خير كنز. شنو هي الصفات تاع المرأة الصالحة؟ إذا نظرت إليها سرتك، ملي كتشوف فيها كتفرح. ليس بالضرورة أن تكون جميلة، وعند مقاييس ملكة الجمال، لا، ليس هذا هو المقصود. سرتك بابتسامتها، بحيائها، برقتها، هذه إذا نظرت إليها سرتك. دائما مبتسمة، دائما متأطئة الرأس، دائما ميسرة، دائما ودودة. وإذا أمرتها أطاعتك، حينما تقول لها نفعل كذا وكذا كتقول ما كاين باس، اللي فيها الخير يديرها الله تعالى. كي الله يحفظنا وإياكم امرأة منوعة، كيقول لها الرجل الشرقي كتقول له الغرب، عند مبدأ إن عكسنا، عذاب على الرجل. فقال لك المرأة الصالحة إذا أمرها أطاعته، كتلقاها ميسرة في الكلام ديالها، واخا ما كاين باس فين ندوزو العطلة، ندوزوها في الشمال ولا في الجنوب، كتقول لك غير اللي حبيتي واللي ميسرة مع التيسير، شحال الميزانية، شكون اللي غيمشي معنا، المسافة الطويلة أو القصيرة، كتيسر معك، كتناقش معك ولكن بالتيسير. وكاين اللي عكس ذلك، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ملي يغيب الرجل سفر طويل كتقول دابا زوجي غائب، غنتصرف كأنه حاضر، أحفظه في نفسي. ملي كتكون الزوج غائب تحفظ نفسها في البيت، تتستر في لباسها، ولا تستغل الفرصة لمكالمات هاتفية ولا لمعاكسات ولا لغير ذلك، وتحفظه في الماله. المال ديالو كتقول تعب عليه زوجي وشقي عليه، أنفقه بالمعروف، أنفقه بالمعروف. هذه المرأة الصالحة. لهذا كان ربنا عز وجل يتحدث عن حسنة الدنيا في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال بعض المفسرين الحسنة ديال الدنيا هي المرأة، المرأة اللي هي طيبة مباركة، هذيك هي الحسنة ديال الدنيا. وسيدنا النبي كيعتبر بأن المتاع ديال الدنيا أفضل متاع تحصل عليه هي واحد مرأة تكون طيبة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. دائما يركز باش يقول لنا بأن اللي فاتك في المال ماشي مشكل، الله يهنيه، اللي فاتك في المراتب ديال السلطة الله يمتعه، اللي فاتك بشي مقام من المقامات الله يعاونه، ولكن إلا فتيهم أنت بامرأة صالحة راك خليتي الأجر كله وخليتي المتاع كله. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كيعطينا الإرشادات والتوجيهات اللي غتنفعنا في الحياة العامة ديالنا والحياة الخاصة. بعض الشباب ملي كيبغي يتزوج كيقلب على المرأة الحسناء، لابد كيكون عندها مقاييس الجمال. والبعض الآخر كيقلب فقط على الأموال اش غيربح من وراها. سيدنا النبي يحذرنا عندكم، لأن العاقبة سيئة
لكن هذا هو منطق التفكير. قال لنا لا تتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجهن على الدين فلأمة سوداء خلقاء ذات دين أفضل. المرأة اللي عند الدين راهي الأساس، المال كيمشي والجمال كيدوب، والدين هو اللي غينفع في الدنيا وغينفع في الآخرة. حتى قال لهم لأمة سوداء خلقاء، الأمة هي المرأة اللي كتكون ماشي حرة بحال العبيد، وخلقاء بسيطة ما عندها قيمة، ولكن عندها الدين فهي أفضل من ذلك المرأة الجميلة الجذابة التي تفتخر بحسنها، أو من تلك المرأة اللي عند الأموال طائلة تفتخر بأموالها. المال يطغي والحسن يردي. ودائما في قضية الزواج ربي سبحانه وتعالى يباركه رغم هذه الاختيارات كلها بين الذكر والأنثى، فكيبقى الزواج قضاء وقدر مبرم من عند الله تعالى، مبرم من عند الله، رغم أن الإنسان كيدير إجراءات للاختيار ويبحث هنا وينقب هناك ويفتش، ولكن في الختام يلتقي مع قدره، لأن الزواج قضاء وقدر مبرم. وفي الحديث مكتوب في السجل المحفوظ فلان لفلانة وفلانة لفلان مكتوب، فإذا هم فلان أن يخطب فلانة الملائكة المطلعة على اللوح المحفوظ تقول ما بال فلان يريد أن ينكح زوجة فلان، وما بال فلانة تريد أن تنكح زوج فلانة، وتضرب بأجنحتها الملائكة حتى ينفض ذلك الجمع. الناس يقولوا راه عندها السحر، راه عندها عكوسات، عندها حسد، لا غير ماشي مكتب، ما مكتبينش، تقول الملائكة حتى ينفض ذلك الجمع. وإذا كانوا الناس مكتوبين كتقول الملائكة الآن ثبت الحق، الآن ثبت الحق، الآن ثبت الحق. نسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة من أيام الصيف أن تكثر الأفراح وتكثر المسرات، وأن يوفق الله شبابنا العزاب وشاباتنا العازبات في إلى زواج ميمون، إلى زواج مبارك، وإن شاء الله كل شيء يكون ميسر. واللي عنده العكوسات سهلة مهلة، عليه أن يكثر من الصلاة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول تكلمة، شوف نصيحة لوجه الله ويقينية وصادقة ومجربة، ما تقول تكلمة، ما اتخذت إجراء، ما تغضب، ما تحزن، دخل سوق راسك، دخل سوق جوا كيف كيقولوا بالدارجة، وخليك مع الحق سبحانه وتعالى. كيسموها الناس، كيسموها أن الإنسان دخل إلى ذاتية نفسه، وخليك مع الله تعالى، ما تهتمش بكلام الناس ولا بالقيل والقال. ثم ابدأ في الصلاة على مقام رسول الله، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، وانت ساكت داخل سوق راسك، سد عليك بابك، داخل خويصة نفسك، سمها النبي الكريم، عليك بخويصة نفسك داخل سوق راسك، وكتصلي على النبي، كتصلي على النبي، وخلي الناس راهم هرجون ومرجون وصراع وتسابق وتناطح، انت خليك في خوصة نفسك، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، فإذا بباب الخير ينفتح لك، وإذا انفتح لك باب الخير يا الله يتدفق من كل جانب، والحق سبحانه وتعالى يغدق عليك من نعيمه، والأفراح تتوالى عليك من كل جانب، وربنا عز وجل يباهي بك ملائكته في السماء ويقول يا ملائكتي هذا عبدي وهذه أمتي، لأسعدنهم ببركة الصلاة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنصلي جميعا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكثر في حياتنا الأفراح والمسرات، وادفع عنا كل بلاء وشدة وضيق، اللهم أمين يا رب يا كريم. ونفتح خطوطنا الهاتفية ونستقبل مكالماتكم، وأسأل الله تعالى أن يفيض علينا وعليكم جميعا بباقات الأمال الجميلة. أرقامنا هي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونبدأ أول مكالمة من الدار البيضاء مع أختنا للا عزيزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله سيدي دكتور. مرحبا لالا عزيزة. بارك الله فيك سيدي طول عمرك، بارك الله فيك، وهذا البرنامج سيعجبني بزاف وكنرتاح له. العفو لالا. اسمح لي رانا مرتبكة شوية. مرحبا اختي عزيزة. عندي واحد المشكلة سيدي. إيه؟ دير لي واحد الدعاء على صحتي وعلى أنا وبنتي وعلى المشاكل اللي تنعيش فيها. لا إله إلا الله. مع الرجل مكرفتني محني معذبني في حياتي في صحتي. لا إله إلا الله. بالمرض وبالتمريض وبقتل اللي تيدير. ودابا كنطلب من المستمعين يقولوا معايا آمين الله يرحم الوالدين. لالا عزيزة اسمحي لنا بنتي، شنو العلاقة مع بينك وبين زوجك؟ واش هي علاقة فيها خصام ولا انفصام ولا اش واقع لكم؟ سيدي تنازلتوا على كل شيء، فرقة معاه في 2016. إيه؟ وتنازلتوا على الحقوق ديالي وعلى حقوق بنتي. إيه؟ على داك الشيء اللي كيدير فيه بزاف ديال التعويد بلي شنو نقول لك، الله يهدي ما خلق وصاب. لا إله إلا الله. الله سيدنا محمد رسول الله. ودابا سيدي بقى تابعني ما فين في داري تلقى الرشان تلقى داكشي ديال التعويد تيدخل لي داكشي للدار ما فهمتش ليا داكشي. واش هو اللي كيديرو ولا شي حد اخر؟ ربما يقدر يكون شي حد اخر. اسيدي كنلقى بحال الطيور كيدخلوا ليا، كنلقى طير في خيط احمر اعوذ بالله مربوط في رجله في دوك الفراخ. اي لا لا هذا عمل شيطاني. كنلقى فريخات، كنلقى البيبان مرشوش لداخل وانا ساده. لا حول ولا قوه الا بالله. عندي غير انا. لا حول ولا قوه الا بالله. كنلقى تما وتقهرت وليت قدرت ما تقهرت وليت كنطلب الموت. الله يطول عمرك اختي، الله يطول عمرك. سيدي وليت كنطلب الموت، كنقول لكم يا ما تهنيت. لا اله الا الله. وليت كنت بعد هذاك النهار اللي شفتو فيه. نسى هذاك النهار اللي حليت امي فيه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. جميع الطرق درتهم تاع سيدي، كنقول له صلي، بغيتو غير يسوق، بغيتو غير يسترق الله شويه. كتب لي حوايج الصلاه شريتهم له. لا اله الا الله. كتب لي حوايج الصلاه نقول صليتي، ماشي شغل كنتي كتدخلي لي حتى في الصلاه ديالي. كنتي تصلي صلي غير انت بارك عليك، ماشي شغلك بيا. ما شاء الله. وانا بغيتو غير باش يرجع للطريق ويتوب شويه ويهديه الله. وصلي ونطلب الله نقول يا ربي لما تقاسم يدي الله على عليا وعلى ديك البنت. ما شاء الله. وحني في حياتي. لالا عزيزة. المستمعين يقولوا معي امين. يا ربي باذن الله. يا سولناك لالا عزيزة باش نستافدوا من التجربة ديالك. كيفاش وقع اللقاء بينك وبين هذا الرجل أول مرة؟ واش أنت اللي اختارتيه ولا هو اللي اختارك ولا كنتوا جيران ولا العائلة وحباب؟ أسيدي تلقى معايا في الشارع أسيدي. الشارع؟ إيه. الشارع أسيدي. ربي راه شاهد عليا، بان ليا مؤمن، بان ليا مزيان، قال لك توصليت يخاف، كان يهضر قدامي بالاداب بالاحترام، هضر معايا بشي هضره. قلت له وديك تجيل دارنا تبارك الله، باش تهضر معايا بشي هضره ماشي هي هذيك، الله يعاونه ويعاونك. قال لي وريني خضركم فين جات. مزيان. نعتلو دارنا، جاو لدارنا، جاب دارهم وجا. نعم. ولكن دارنا الوالديه مي شافو الله يرحمها امي شافته قالت يا بنتي هذا مصالح لينا مصالح لي. لا اله الا الله. قلت لها لا مدري مضرب وجهك. قالت لي لا شي حال شي لولا عنده. لا اله الا الله. عنده اللي ما سمعت راهي والديه. لا اله الا الله. هو بان لي بواحد الصفه بلاتي صلي داكشي يقول لك انا اللي خدمت نجيبها لك انت صرفي انت ديري انت ربي انت. ولكن في الاخر بعد عام داكشي وليت انا رفقي تيتهز وتنسكت. وليت كنسكت رزقي تيمشي ليا وانا ساكته. واش هو مبلي بشي بليه خيبه؟ بلا سيدي بالقمر ومبلي بالتعويض. اعوذ بالله. اقصى درجه. لا اله الا الله. رزقي تيمشي ليا وانا كنشوف فيه بعيني وما تنهضرش وتيأذيني في صحتي وصحة بنتي. هلكني. وليت كثرت من داك الشيء كنقول يا رب وليت كنطلب الموت. لا اله الا الله. كنقول غنتلاح من الصرج. الله يطول عمرك. والله سيدي هادشي اللي كنت حس بيه كنطلب المستمعين يا رب. يقولوا معايا امين وزدوا في الصحن اجل يا رب. الله منه يا ربي باذن الله. نزلت له على كل شيء، نزلت له على حقي، على حق بنتي غير بعاد مني، غير بغيت غير حق الله نشدها. لا اله الا الله. عندي الحدث في الشرجم بعد مره كنت نبغي نتلاح من الشرجم. الله يحفظك الله يرجيك. داك اللي دق عليا نفسي. الله يرجيك يا رب. كنطلب المستمعين يقولوا معايا امين يا رب. ويعفو عليا الله منه يا رب. وانا تنازلت له على حق كل شيء اللي ديالي وهاد بنتي. بغيت غير يبعث مني يعطيني راحة الله، بغيت غير راحة الله تنزل عليا يا ربي يا كريم. لالا عزيزة
الله يعزك لاله، الله ويوجد يعزك. المستمعين يقولوا معايا آمين، الله يرحم لهم الوالدين. امين يا رب. غنطلبوا ان شاء الله تعالى الساده المستمعين، الله يجازيكم بخير. هذه اختكم عزيزه معذبه في الارض، كيف يمكن ان ننصفها؟ واش بالقوانين ديال المدونه؟ واش بالاجراءات المتداوله المعروفه عند الجميع؟ هذا امر لا يقدر عليه الا من خلقنا، والا من سوى امرنا، والذي بيده ملكوت كل شيء. الله يجازيكم بخير. غادي نتضامنوا معها وغنتعاونوا معها بان نرفع اكف الضراعة الى الله، نهزوا لها واحد الفاتحه. هذه الفاتحه كتبان صغيره ولكن قيمتها عند الله عظيمه. هذه الفاتحه كتصعد الى سبع سماوات حتى تصل الى عرش الرحمن، فتسجد لله ما شاء الله ان تسجد، وتقول يا رب هذا عبدك فلان او هذه امتك فلانه يعذبون فوق الارض ويستغيثون، يا مغيث اغيثهم، يا مغيث اغيثهم. ربنا عز وجل يباهي بهؤلاء الداعين الملائكه ويقول يا ملائكتي انظروا الى عبادي يدعونني ويلتمسون مني بعزتي وجلالي لانصرنهم ولو بعد حين. وبعدها مباشره كتجي الالطاف الالهيه. الله يجازيكم بخير، ارفعوا معنا يديكم. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان يا عظيم الشان، نسألك اللهم بنور وجهك الكريم، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها، ونسألك اللهم بكل عزيز عليك. أختنا عزيزة تتعذب، اللهم تولها بعنايتك ورعايتك، اللهم تولها بعنايتك ورعايتك، اللهم خذ بيدها وناصيتها إلى البر والتقوى، اللهم هيئ لها من أمرها رشدا. هذا الزوج إن كان صالحا اللهم اجمع بينه وبينه في الرحمة، وإن كان غير ذلك اللهم افرق بينه وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم هيئ لها من أمرها رشدا، اللهم هيئ لها من أمرها رشدا، اللهم هيئ لها من أمرها رشدا. اللهم يا رب سوء أمورها. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ولعل المداخلة دي الأختنا عزيزة نستفيد منها مجموعة من العبر والعظات. أول حاجة، لما سألتها كيفاش كان اللقاء أول مرة، حتى أول لقاء عليه العمدة وكنشوفوا ردود الأفعال دي الوالدين، نقطة أساسية في العلاقة الزوجية الأولية دائما نستشير قلب الأم. قلب الأم عنده واحد الترمومتر كيعرف به حقيقة هذا الزواج. أي علاقة زوجية كانت الأم فرحانة قول بسم الله توكلت على الله سير، وإلا كان قلب الأم مغير وكان قلب الأم حزين عرف بأن العلاقة الزوجية راه ما غتكملش، وإلا كملت غتبقى بالمتاعب وبالمعاناة. فكنقول الناس اللي هما غيتزوجوا فيما بعد يستفدوا من أخطاء اللي سبقوهم. دائما نستخير المولى عز وجل، ثم ننظر إلى قلوب أمهاتنا. راه القلب ديال الام كيعلم، ربي عز وجل لك كيعطي الكشف. كذلك ملي نبغي نزوجو دائما نحذر من بعض الصفات السيئه اللي مبتلى بالقمار، الله يغفر لنا وله. القمار واحد العاده خبيثه جدا، اللي مشى ليها راه عمرو ما كيربي الريش، راه دائما هل من مزيد هل من مزيد. الماندا ديالو كيشدها اليوم غدا كيقمر بها، يتسلف من عند العائله والاحباب وما كيردش وكيمشي يقمر بهم. الاتات تاع البيت يبيعوا ويقمر به، لدرجه ان واحد النهار تصور ان واحد الانسان باع بنته لواحد الناس في واحد وضعيه سيئه باش قمر بها. القمار واحد العاده خبيثه، اياكم والمقمر. الله يغفر لنا وله، الله يتوب علينا وعليه وعلى جميع من ابتلي بشيء من ذلك. كذلك لنحذر الناس اللي كيامنوا بالشعوذه. اللي كيامن بالشعوذه صعيب انك تقنعو، عنده واحد الخط ديال التفكير معوج، عمره ما كيستقيم، تبقى معاه اليوم وغدا وبعده وكيرجع للشعوذه، لانها واحد البليه مخيفه جدا. دائما كيقلب كيفاش ان اما ياذيك، اما يثقفك، اما انه يدير لك العكوسات. والله يسترنا واياكم، هادشي ديال الشعوذه راه كثير في المجتمع. الطرق اللي قالتها الاخت عزيزه في الباب باك تقار الشان، هذاك الرشنا شنو هو؟ هذا كيخلي الانسان بحال الغساله، ما بقى عنده لا قيمه، ما يبقى عنده لا عزه
لا كرامة، يبقى دائما إنسان مهمل، دائما ما عنده حتى قيمة. والفرخ اللي كيكون مذبوح أو اللي كيكون مخيط كتلقاه تما بحال إنسان جثة هامدة، ما تزوج، ما ينظر لها شي حد آخر. تبغي تبدأ حياة جديدة كتبقى هكذا مثل الجثة المعفنة، هكذا كيكون المنطق ديال الصحراء. وهادشي ديال الصحراء اللي كيأمن به راه كفر وشرك بالله. لالا عزيزة، أنا كنقدر المعاناة ديالك، لأن اللي ابتلي بشيء من هذا راه الله يسترنا، الله اللهم ارحم ضعفنا، احنا راه بشر ضعفاء، وإنما نستقوي بالله جل جلاله. اللي بغى القوة كيطلبها من عند القوي، واللي بغى العزة كيطلبها من عند العزيز. ولكن لالا عزيزة، هذا لا يقتضي منك أنك تيأسي وتحبطي ثم بعدك تفكر في الانتحار، حاشا وكلا. راه كلنا، كل واحد اللي ما عنده قليل عنده كثير. كيقول لك حتى زين مخطته الاولى. البشر كلهم على اختلاف مستوياتهم، اللي ما عنده قليل عنده كثير، واللي ما عنده والو غيتسنى نوبته. راه الفلك يدور والسويع بداله، حتى ربي عز وجل قصد بان كل واحد منا سوف يذوق من كاس العذاب. ملي كيجيك تجيك النوبه، رام ولا نوبه، ملي تجيك النوبه اش غدير؟ ديك اللحظه خص تكون رابط الجأش. نعم كتعب وكتشقى وكتيأس، لكن لا ينبغي أن تصاب بالإحباط. عليك أن تجدد إيمانك وتجدد إرادتك وتجدد عزيمتك، وتقوم من جديد للمجابهة الأخطار، وتستمر عالي المقام مرفوع الهامة. أما أنك تنتكس وتشعر بأنك ضعيف وتنتحر، هذا هروب إلى الفناء، أعوذ بالله. لا إله إلا الله. لا عزيزة، عليك بالإكثار من الصلاة على مقام رسول الله سيدنا النبي، كما أنه يشفع لنا يوم الزحام، هناك شفاعة في الدنيا، شفاعة في الدنيا. سيدنا النبي الآن عند الحوض يقول: يا رب، هذا عبدي فلان، عبدك فلان، وهذه أمتك فلان، يصلون علي، يا رب خفف عليهم ما نزل. سيدنا النبي يدعو لنا وهو في الدار الآخرة، وشفاعته تصل إلينا في الدنيا قبل يوم البعث والنشور. فأكثري من الصلاة على مقام رسول الله، وأكثري من قول العزيز الله تعالى العزيز. انت اسمتك عزيزة، تشبتي باسم العزيز. أي واحد فينا كان مدلول، أي واحد فينا كان ما عنده قيمة، أو محقور، أو دائما مهمش، أو دائما كيشعر بأنه كيتحقر وما لقى جهد، جهد الله هو أنه كيكثر من هذه الكلمة اللي هي اسم عظيم من أسماء الله الحسنى. يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذو الجلال والإكرام، كيكثر منها وربي سبحانه وتعالى يفيض عليك من عزه. يا سلام لو أفاض الله عليك من عزه، شكون اللي يقدر يقرب لك؟ وشكون اللي يقدر يأذيك؟ وشكون اللي يقدر يذلك أو يمسك ولو بشق كلمة؟ أسأل الله الكريم أن يعز جميع عباده المؤمنين. اللهم ارزقنا العزة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم تولنا جميعا بالعناية والرعاية. اللهم وأصلح بين قلوب الأزواج والزوجات، واملأها بالمحبة والمودة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. وغنتحولوا من دار البيضاء إلى إقليم ساس مع أخينا عبد النبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسي الحاج لاباس؟ الحمد لله مولاي. أنا سعيد من الخطة اللي أنا معك، الله يرحم الوالدين. الله يعلم مقامك سي عبد النبي. أنا عندي واحد المشكل، بغيت شي دعوة من عندك، الله يرحم الوالدين. يا رحمن يا رحيم. 20 عام ديال المرض. الله الله الله. عندي واحد المرض نفساني. يا ربي يا كريم. أني دابا في الدار ما نقدرش نمشي لشي بلاصه، كيجيني كنتغم كن. لا اله الا الله. بغيت شي دعوه من المستمعين يدعوا معايا، الله يرحم يا رب. صعب النبي، هذا 20 سنه وانت كتعاني من نفس المرض، ما تبدل، ما تغير، ما تحسن. نفس المرض. دابا عندي العائله، ما كنقدرش نمشي عندها، ما كنقدرش، كتجيني ديك. لا اله الا الله. لا. وسعب النبي، مشيتي عند الاطباء الاختصاصيين في علم النفس؟ كان متبع مع واحد الطبيب نفساني، متبع معاه. وكان شي تحسن اخويا؟ شويه كنخدم كنصلي الوقت ديالي في الوقت، ما كنصاوبش، ولاني ما كنقدرش نمشي نصلي في الجامع، كتجيني ديك الخنقه، كنبغي نجي.
لا إله إلا الله، يشافيك أخويا عبد النبي، الله يشافيك ويعافيك يا رب. بغيت شي دعوة منكم من المستمعين. يا أخويا بإذن الله، بإذن الله أخويا، الله يشافيك يا رب بإذن الله على الرأس والعين أخويا عبد النبي. لا إله إلا الله. أخونا عبد النبي هو واحد من يا أيها الناس اللي كتلقى عنده مثل هذا الإحساس. الحياة أحيانا قد تكون هينة، قد تكون لينة، حلوة، ميسرة، سعيدة، وأحيانا تقسو هذه الحياة وتكون شديدة، وكيقول لك الزمان غدار كيغدر، وهنا الإنسان كيتبدل، النفسية ديالو غادية وكتبدل. احنا كبشر ربي عز وجل راه كيتنزه في ملكه، راه بقادر سبحانه وتعالى يتدخل ديك اللحظة ويسوي كل الأمور، ولكن الله تعالى قال لنا أنتم في الامتحان، أنتم في تجربة حياتية قصيرة، وحينما ترحلون وتأتون إلي في الدار الآخرة أنا ذاك سيكون كلام آخر، ثم غيكون إن شاء الله فيها إن لكم فيها أن تعيشوا فلا تموتوا، وأن تشبعوا فلا تجوعوا، وأن تسعدوا فلا تحزنوا، هذيك ساعة الدار الآخرة. أما الدنيا هكذا خلقها الله وهكذا ستبقى، رأى الناس اللي سبقونا الأمم السابقة والحضارات والثقافات، كل واحد قرأ التاريخ أتلقى كل حقبة تاريخية وكل زمان وكل مكان فيه أناس عندهم صراع، عندهم عذاب، عندهم معاناة. هكذا هي الحياة الدنيا، نقبلها كما هي، ملي تكون زوينة نتمتعوا بها، وملي تشتد عليك وتجيك الضربة حاول ما أمكن أنك تتأقلم مع الأجواء. ربنا عز وجل أعطانا واحد المراكز ديال القوة اللي ممكن نخدموها ونتحدوا الأمراض النفسية. ما هي مراكز القوة اللي عندنا في الجسم؟ المركز الأول الخطير جدا، ما هو؟ اللي هو القلب. القلب هو الجوهر ديال الإنسان اللي قدر أنه يهتم بشؤون القلوب، كاين هناك أمراض القلوب وهناك أسرار القلوب، اللي قدر أنه يهتم بهذا النقطة القوة ديال القوة في الإنسان القلب غادي يكون ناجح. النقطة الثانية ديال القوة اللي عندنا هي العقل، الفكر، إلا اهتم به الإنسان راك يكون قوي. والنقطة الثالثة اللي هي كترمز لنا إلى القوة أيضا هي اللسان بالذكر. إلا قدرت أنني هاد مراكز القوة الثلاثة أشتغل عليها راه أنا داك سوف أتحدى كل المشاكل، المشاكل اللي غتبقى بعيدة عليا، وخا هي موجودة ما غدي مني والو، نتقلق نهار يومين ضعف، ولكن ما نفوش ثلاث أيام ونعاود نوض بحال الحصان. كيف ذلك؟ النقطة الأولى ديال القلب، لابد أن يكون القلب مليئا بالله. القلب ما نخليش نعمره بالدنيا، لا أعظم الدنيا في قلبي. الناس اللي هم متعبين عظموا الدنيا في قلوبهم، واش كتسوى؟ ما تسوى والو. هذه الدنيا هي أهون عند الله من جناح بعوضة. راه ممكن أنك تزول هذه الفكرة من قلبك، من إحساسك أن الدنيا ما كتسوى والو، ودوك اللي خايف منهم ودوك اللي عامل لهم ألف حساب حتى هم اعتبرهم بأنهم مجرد كراكيز يتحركون بقدرة القادر سبحانه وتعالى، أنا داك قلبك غادي يرتاح. النقطة الثانية اللي دي الفكر، العقل ديالك. الناس كيعمروا العقول بالمعلومات، والمعلومات على قارعة الطريق موجودة، المعلومات الآن ما بقاش شحيحة، اللي بغى أي معلومة في أي مجال مجرد أنه يضغط على محرك البحث في ويعطيه المعلومة اللي بغى، يسأل ويجيبه ديك الساعة آليا. لكن المقصود بالفكر والعقل هي أنك تربط كل شيء بجلال الله وعظمة الله. أي حاجة وقعت في الوجود اربطها بالله. طعامك ملي تبغي تأكل كيقول لك الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، شوف الطعام ديالك، إن شأقنا الأرض شقا وصببنا الماء صبا فأنبتنا بنا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بغي ناكل، انظروا إلى الطعام كيف وصل إلي، نخرج للطريق نشوف السماء، النجوم، الكواكب، أي حاجة خلقها الله تعالى كنقول بأن لها سر من أسرار الله. نشوف ولادي صغار كيلعبوا، نشوف العطاء الإلهي، نشوف العائلة، أي حاجة في الوجود أربطها بعطاء الله وعظمة الله. هنا الفكر غادي يعود قوي، فكر رباني إيماني. بعد ذلك كنجي النقطة الثالثة ديال القوة اللي عندنا وهي اللسان. هذا اللسان اللي ربي خلقه قطعة ديال اللحم ما فيهاش العظم،
ولا تتعب، لا تكل. هذاك اللسان إذا كان دائما يردد كلام الله، إما ذكر أو مذاكرة، ذكر بالتسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، أو مذاكرة أنك تتذاكر مع الناس في قضايا الدين وقضايا الألوهية وقضايا العبودية. يكون ديك الساعة قدرتي أنك تمتلك المراكز القوة، أنا ذاك المشاكل كلها مدي منك والو، ما تشوف لا طبيب لا محامي بإذن الله، غادي يغنيك الله عن الخلق كلهم. بغيتك سيدي عبد النبي أنك تركز على هذه النقط الثلاثة، خلي قلبك دائما مرتبط بالله تعالى ومرتبط بالدار الآخرة، ورمع لك الدنيا خلف ظهرك ما تسوى والو، اللي مشات الله يهنيها ما نفكرش فيها، واللي جاي ما نخافش منها، وما غادي يكون إلا اللي كتبه الله تعالى. والعقل ديالي دائما فكر في أتأمل في ملكوت الله وخلق الله، ولساني لا يكاد يفتر عن ذكر الله. أنا ذاك لن تحتاج إلى دواء ولا إلى معالج. سعد بن بي أسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك. سادة المستمعين الله يجزيكم بخير، راه ممكن دعوة واحدة فاتحة تغير مجرى حياة إنسان، راه ممكن أنك تحييه من جديد. ربي عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فتعالوا بنا ندعو لأخينا عبد النبي. اللهم يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم، هذا عبدك وابن عبدك، إنه الآن يتألم 20 سنة في المرض النفساني. اللهم يا ربي يا كريم اشرح صدره للإيمان، اللهم املأ قلبه يقينا، اللهم نور فكره واجعل لسانه رطبا بذكرك، اللهم أزل عنه حظ الشيطان، يا رب احفظه من الخوف والهلع، يا رب احفظه من الأوهام، يا رب أبعد عنه الهواجس. اللهم اشرح صدره، اللهم اشرح صدره ببركة قولك ألم نشرح لك صدرك. اللهم اشرح صدره للإسلام وللإيمان وليقين. اللهم اجمع بينه وبين عائلته على المحبة والمودة، واجعل هذه الساعة آخر الأحزان والألام. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. ونتحول إلى مكالمة أخرى مع أخونا عبد الله. السلام عليكم سي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دايرك سي الطيب؟ الله يبارك فيك سي عبد الله. الحمد لله. من أي مدينة أخويا عبد الله؟ من إقليم في جماعة حي. مشرفين أخويا مشرفين، أهلا وسهلا. بارك الله بارك الله فيك سي الحاج. أنا عندنا واحد الوالدة سي الحاج 45 سنة وهي عندها مرض عقلي. الله 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 مسكينة. ولدتنا احنا 5 بهذا المرض. سبحان الله سبحان الله. وبقى معنا حاليا دابا هي حدايا، ما بقاتش فيها مسكينة 30 كيلو ديال اللحم. لا اله الا الله لا اله الا الله. وكتعاني بزاف ودير الحاج بينك دعي معنا. يا ربي يا ربي يا كريم. أستاذ عبد الله خويا لاستفدنا منك غير شويه، الوالد هذا 45 عام وهي عندها مرض عقلي، الوالد تزوج بها كتمرض ديك الساعه ولا حتى طرى عليها الحدث؟ لا ما كانتش مريضه، كانت صحيحه والجمال اللي كان فيها كي كان، والطياب ديالها كي داير، والوالد عانى معها بزاف 12 عام وهو شاد الطريق من مراكش. مسكين لا اله الا الله، كيبغي يشافي يداويها. كان كيديها يداوها وما تجوش مسكين، راه باقي معنا تا هو حاليا دابا ما شاء الله. وكيفاش اخويا وقع لها المرض العقلي؟ باش كتصرف؟ واخويا حنا كيقولوا ان الناس العيالات كانوا غايرين منها من جهه الاولاد ومن جهه لا اله الا الله هما اللي اداوها. الله يسترنا واياكم يا ربي يا كريم. لا اله الا الله. مسكينه راه ما بقاش فيها ما تشافش كاع. الله يرحم ضعفنا اخويا عبد الله. الله يرحم. واحد القضيه الحاج الطيب ديال الجامع الله يكثر خيرك. هي كيف شي محسن ولا شي محسنه يبني لينا؟ فين البلاصه اخويا سي عبد الله؟ احنا في جماعه شهده. جماعه شهده دوار اولاد تومي. دوار اولاد تومي قليل اسفي ناحيه جمعه حي. يا اخويا باذن الله. هذا الجامع دابا هذا المسجد تما ما كاينش تما اصلا؟ لا هذا الجامع قديم، راه مسجد عتيق يعاد تاريخه الى اول اوائل القرن 18. الله اكبر، هذه معلومه تاريخيه. راه سول عليه في الرباط السي طيب راه غتلقى المعلومات. اي كنا مديريه المساجد مكلفه باحصائيه المساجد. هذا مسجد تبع الاوقاف والشؤون الاسلاميه بلا شي سلطان. عنده 6 الاكتارات ديال الارض اللي كتذكرها هنايا عندنا. اكيد هذا شي سلطان من السلاطين اللي دازوه هو اللي بناوه.
وسي عبد الله، الناس ديال المنطقه ما داروش اجراءات يكاتبوا المسؤولين ديال الاوقاف؟ دارنا، مشينا للمندوبيه وخرجات اللجنه، وكان تقدم واحد المحسن عيطوا عليه هما المندوبيه، تكلف عاود تخلى على القاضيه. ومن اخر مره مشينا للعماله قال لنا كل شيء جاهز، خاصكم تمويل. التمويل هو اللي خاص. ما شاء الله، والله يلطف يا رب. ان شاء الله ربي يكتب لكم مكاتب الخير سي عبد الله يا رب. الله يكثر خيرك الحاج، لما وقف معنا في هذا بيت الله. واخا خويا باذن الله نطلبوا ربي سبحانه وتعالى يفرج يا رب يا كريم. وهذا من اعظم الانجازات. الناس واخا الحياه مليئه بالمشاكل والهموم، كاين اهل الله عمر ما كينساو بيوت الله، يعمرونها ويقومون ببنائها. احنا الحمد لله مغربنا يزخر بعدد كبير من المساجد العتيقه، وغالبا كيبنوها اما سلاطين رحمهم الله تعالى، واما كيبنوها بعض الاعيان او بعض الفضلاء. وكانت مساجد رائده خصوصا المدن الكبرى والعتيقه، بحال مدينه الصويره او اسفي او مراكش او طنجه او اكادير او غير المدن اللي هي عتيقه. اكادير بعد الزلزال تجددت، واسفي فيها مجموعه اسوار كتدل على عبق التاريخ. هذا مسجد طبعا مرت عليه 18 سنه، خاصه لابد يقوم بالترميم ديالو. الدوله ما كتبغيش تهدمو، كدير ليه الترميم. وكنحييو امير المؤمنين صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله ورعاه في جولاته التي يقيمها خلال خصوصا في شهر رمضان. شهر رمضان دائما كيقصد المدن العتيقه وكيقصد هذه المساجد ويشرف بنفسه عليها. غير هذه السنه في الدار البيضاء عدد المساجد في مدينه سلا وغيرها في المدن العتيقه. كاين اجراء الاول سيدي عبد الله، هو ان الساكنه ديال المنطقه يكاتبون القصر الملكي. راه الحمد لله القصر الملكي عنده واحد الدور، انه في كل شهر رمضان الفضيل كيقوم بافتتاح مساجد يقوم بترميمها من قبل. صاحب الجلاله يامر المسؤولين في الوكاله الحضاريه اللي تابعه للمدينه بتنسيق مع مجموعه من المختصين في الميدان، وكيقوم الترميم. هذا الاجراء الاول والسليم، وغيكون شرف كبير. وملي كيوقع الافتتاح امير المؤمنين حفظه الله ورعاه كيجي بنفسه كيصلي فيه، وهذه سنه دأب عليها السلاطين العلويين منذ زمان. هذا الاجراء الاول والميسر، تكاتبون مباشره القصر الملكي بملف متكامل، تصوروا الجامع، تاخذوا الرخصه اللي دار في الاوقاف وتبعتوا بها. الاجراء الثاني اللي ممكن نصبوا به هذا المسجد، وهو شي واحد من الاعيان من اهل الخير المحسنين الكبار، كتلقى سفير او كتلقى عامل سابق او كتلقى مقاول كبير، ناس في واحد الميدان اللي فيه الرزق، وجمع واحد الثروه وبغى ديك الثروه يدير بها عمل كبير. شحال هو كيجمع فيها على امل انه بلا ما يوزعها دراهم معدودات كيبغي يدير باش مشروع كبير يبقى من بعده. هؤلاء موجودين، كاينين اهل الاحسان، وكل مدينه عندها اعيانها. فإن اعترنا لشي واحد من هؤلاء الاعيان غادي يكون افضل، وغادي يسر المسجد. كيطلع تقريبا بالقيمه ديال مليار، مليار ونصف الى جوج المليار تقريبا. كيلقى شي واحد، ربما كنسمعوا بعض المرات بعض المساجد الكبرى، شكون اللي بناها؟ بناها السفير الفلاني، شكون اللي بنا هذيك؟ الوزير الفلاني، شكون هذاك؟ البرلماني الفلاني، شكون هذاك؟ المقاول الفلاني. كاين اهل الخير الحمد لله موجودين في كل مكان. وكل الاجراء الثالث هو طريقه بسيطه، وهي كنديروا وداديه. وداديه حتى واحد ما كيتحرم من هذا الفضل. وداديه كيتجمعوا فيها، كتكون بشكل قانوني وعندنا الرخصه من السلطه المحليه، وكان حاولوا ما امكن يديروا حساب بنكي، والناس كيتبرعوا لفائده بناء وترميم ذلك المسجد، وكتكون الحسابات واضحه بينه. ومن ثم كيكونوا الناس كلهم بالقليل، كل اللي بغى يساهم غير ب 50 درهم، كل اللي بغى يساهم غير ب 100 درهم. راه مسجد الحسن الثاني الذي يعتبر الاكبر معلمة دينية بالمغرب وربما على صعيد العالم بعد الحرمين الشريفين، باش تبنى بالمساهمات تاع عدد كبير من المغاربه بالقليل او الكثير. كاين اللي ساهم غير ب 10 دراهم، والحمد لله ملي كيمشي للجامع تما يقول انا مساهم فيه. هناك طرق كثيره للمساهمه. فكان عنذكر الساده المستمعين، اخونا عبد الله من اسفي يقول لك هذا المسجد سميته المسجد العتيق، يتواجد بجماعه شهده بدوار ولاد تومي باقليم اسفي ناحيه جمعه سحيم. جماعه شهده دوار ولاد تومي
إقليم أسفي جماعة نواحي جماعة صحيم. خويا عبد الله أنت في هذا الخضم ديال المعاناة مع أمك ولم تنسى بيت الله وربنا لن ينساك، ما دمت فكرت في بيت الله ربنا عز وجل لن ينساك. هذاك الوالدة أعطاها لكم الله بركة، وهذاك هو نصيبها من الحياة. الناس اللي كانوا أدوها فعلا بالشعوذة وغاروا منها هناك يوم الحساب، نسأل الله السلامة والعافية، ونطلب الله تعالى يشافيها ويعافيها ويطرح فيها البركة. ونقول السادة المستمعين الله يجازيكم بخير، رفعوا منا واحد الفاتحة لهذه المرأة اللي 45 سنة وهي تعاني من أمر مرض عقلي، وأنجبت أولاد ورباتهم، ودابا الآن صحتها في تهالك. واحد دعوة ديال الخير، لأن هذه الأمراض اللي كتكون مرتبطة بالشعوذة صعب أن تعالج إلا أن تتدخل العناية والرعاية الربانية. فاللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ودود، اللهم تولها بعنايتك ورعايتك وشافيها وعافيها. اللهم ارزق الصحة والعافية وتمام العافية. اللهم يا ربي وبارك لها في زوجها وبارك لها في أولادها. اللهم يا ربي اجعل هذا الذي أصابها نقاء وارتقاء، الأمراض والأسقام والابتلاءات نقاء وارتقاء. لما تصيب المؤمن تنقيه من الذنوب والخطايا وترقيه في أعلى الدرجات، نقاء وارتقاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع شمل العائلة ويحفظهم ويبارك فيهم. ولكل من قال آمين قولوا معنا آمين 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 يا ربي يا كريم. وغنتحولوا من أسفي إلى إقليم مكناس مع لالة أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لالة أمة الله، مرحبا بك لالة. أمة الله دكتور كده يلبس عليك. حياك الله لالة. تبقيتي. الله يبارك فيك لالة. جزاك الله خيرا عنا خير الجزاء. أكرمك الله لالة. وعن جميع المستمعين الذي يسمعوك يا ربي يجزاك الخير علينا. شكرا لالة. جزاك الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك وخليك صحيحتك. كتسمع الناس مشاكلهم وكتساعدهم وكتدعي معاهم. يا الله داكشي كله في ميزان حسناتك. الله يعزك لالة. بارك الله فيك دكتور. حفظك الله. كنقولوا امين ومتبعين البرنامج ديالك وكنتنطوا لك يعني كل انسان عنده الهموم والمشاكل كتخفف عليه بعد شويه ملي كتبقى تهضر داكشي الله يفرج عليك لالة وفرج على جميع المسلمين يا رب. نقص له شويه، المهم ما تبقاش بنادم معصب، ما تبقاش انسان يعني كيياس من مشاكل، ولان مشاكل كثيره الواحد تيبرد شويه بعد على الاقل. المهم تسند لك الواحد تيتفاجا حتى في قلبه. الله يفرج عليك انا وعليك جميع المسلمين لالة أمة الله. الله يفرج علينا جميعا. لا اله الا الله. بارك الله فيك دكتور. الله يخليك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ما عرفت منين بدا لك انا بعدا كاين مشكل كبير. مشكل ما نعرف ما منين سمعت انا شي حد قال لك في الحلقه بعدا، ولكن ما نعرف احنا اربعه ديال الاخوات. نعم. تقريبا بربعه ما ولدناش. لا اله الا الله. المهم انا تقريبا دابا 22 عام ديال الزواج، واحدة تقريبا شهر سنين، واحدة 7 سنين. الله الله الله. واحدة رجعت لدارهم، يعني مش يعني حاسة كتشي كتألم. لا إله إلا الله. المهم قداش نهضر. لا إله إلا الله. ربعة الأخوات تزوجوا وحتى وحده ما انجبت، واكيد ان الوالده والوالد بغى يشوفوا الحفاده ديالهم، بغى يشوفوا الخلفه ديالهم. الوالد مسكين افتكروا الله مشى بقى غير الوالده وحدها. الله يرحمه رحمه واسعه. لا اله الا الله. امين امين. تكفر بارك الله فيك. يعني كتشوف جنقول لك لا اله الا الله. المهم الانسان كيتالم يعني كيتالم في حياته بلا المشاكل، يعني مشاكل الانسان نتلقاهم كنتفاهموش انا خوت ديما على بصح حدا تنتناقشوا، ولا يعني ما تنقولوش مرتاحين مشاكل يعني كاينين كل الايام كل يعني ما نقولوش مرتاحين بتاتا يعني نهائيا. مثلا يعني تاني يجلس مرتاح في حياته ولا يحس بالراحه، بعد ما تقدرش ترتاح حتى نفسيتك، يعني كتجلس وانت كتحس بنفسك محدبه من داخل. لا اله الا الله. يعني لا اله الا الله. شنو نقول هذا هو اللي نقول نطلب تدعي معنا يا رب يفرج هذا الكرب. اختي الفضيله، باش فسرتوا انتم هذه الحاله بانكم اربعه الاخوات تزوجتوا هذه السنوات الطويله وما قاش الانجاب؟
ما هي مهابسة دكتور، أنا ما خليت لك فين مشيت، ما خليت لي مادت، يعني درت رقية كنت مرضي يغفر لي، درت حوايج يعني ندمت ودرتهم، يعني عفت فيهم الله مربي غفلني وسمح لي. لا حول ولا قوة، يعني كنت من النوع اللي كان مقيم الليل، اللي كان نصلي، يعني اللي كان دير يعني شي حوايج يعني باش نتقرب الله بأي وسيلة، باش ربي يفكلي هاد العقدة يعني. وكان قايل بعد كنقول ما بغات تحل، وكنت حس بها عاوتاني تشدات وتنرجع نبدا من الصفر. لا اله الا الله، يعني واحد الالم يعني دوز ما تصورش، واحد الالم يعني تقريبا جاني اكتئاب، ويعني ايش نقول لك، لو كنت نعاود لك راه ما نساليش يعني داك الشيء ما يتسالاش نهائيا. لا اله الا الله، يعني هكذا كاعزين باش قلت لك هادشي مأثر علينا، ما نعرف ما عرفناش نقول واش ابتلاء من الله، لا واش ربي ابتلانا هكا بغانا هكا نكونوا، ولا ما نعرف. لا اله الا الله، انا بقيت كنت صلاتي بقيت وليت يعني بحال اللي رفعت الظهر ما بقيتش نقدر نصلي، بقيت كتجيك الوسوسه. ولكن الحمد لله وليت حاطيني بديت تنشد، ملي بقيت نتنص عليك يعني لدرجه ما بقيتش كنت نتصل على علماء لا على حتى حاجه، بقيت يعني اكتئبت وتفقدت الثقه وقلت ما كاينش كاع يعني الله ما باغيناش، يعني كنت بسلامه يعني واحد بحال اللي جهل بحال. يا لله يعني إياه فهمتك، أمة الله لا اله الا الله. واش نقول لك، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم وليت عاوتاني تنتمنى من ربي يغفر لي وسامحني، وليت عاوتاني دابا تنطلب ربي وتنرجع الله يا رب. وكملي تنصنت لك تتبرد عليا شويه بعدا وتسمع مشاكل الناس عاوتاني شويه فهمت، قلت الناس راه ما تكلف لها الناس راه تخدم راسها وحفظها هاني، ولكن واخا هكاك بعض المرات تتبرد ديك الحق وبعض المرات تتشعل، يعني تتخيل شي حتى قهرك ولا قال لك شي كلمه ولا حتى قهرك ولا يعني لا اله الا الله، هذاك الشيء كيضر في القلب، يعني ما كيحسش بك، يعني ما كيحس بك غير اللي يقدر يكون جرب بحالك، ولو تبلات هو بحال ديك الابتلاء عادي يقدر يحس من وانا يقول لك تتولدوش ما تديرش، يعني كتسمع الهضره تسمع الحاجه اللي كضرك كتجرح في القلب، تجرح وما تيعذروش يقول لك شرا من الله، الله اللي تيبكي سبحانه ما كيدير حتى حاجه، حنا ما كنقدموا وكنوخروا كلشي بامره. لا اله الا الله، ما تيعذركش بنادم ما تيعذركش. هذا اللي كانت تمنى ربي جدائي معايا فرج يا ربي بنتي امك الله، يا ربي الله يفرج عليك. بغيت نتمنى من الله ما يقطعوش عليا، عندك واحد الحاجه وقعت لي واخا بنتي، نتمنى الله يجازيك بخير دكتور. انا كنت في ذاك الايام اللي كنت في ذاك الحاله ديال الاكتئاب وداك الشيء، وصفت لواحد الميساج لواحد العالم اللي معايا ايه، واحد النهار انا فتت غير ميساج، واحد النهار وانا مرمر الفجر تنحلم، انا حلم غدا معاه في واحد الطونوبيل مع ذاك العالم ايه، وديك وقالت لي شي حد في حجري بحال شي وليد صغير ولكن راسه ما تيبانش، غير ديك الشيء نعرف شي حاجه في رجلي فوق رجلي جالسه، وديك الراجل غدا معاه ومشينا دخلنا لعند واحد الملك ايه، وديك الملك بحال شي قلعه بحال شي حاجه، وديك الشيء بحال الخيال تيبان لي ايه، وديك الملك بعيد ودب نعم، ما بغاش يتلقى مع ما بغاش هو يدخل عندي بحال واز بحال ديالو نعم. الو دكتور تسمعني؟ انا كنسمعك. بحال شي حد بعيد فاتوني، وانا ما بغيتش داك الشيء، داك الشيء اللي في حجري داك العالم قال لي لا انا بغيت ندخل لعنده هو بيدو نعرف هاد الشيء، بحال اللي كيدير شي بزاله بحال ما فهمتش انا شنو داك الشيء كان تيقول له، وهو كنشوف داك الملك كيشوف فيا من بعد، ولكن ما شفتوش، وانا كنسمع المغرب كتقول لي داك نمشي نصلي المغرب وانت جالسه هنا تسناي، وضربتني الفيقه. ان شاء الله يا ربي خير باذن الله، خير باذن الله امة الله، خير باذن الله. هذه الرؤيه ان شاء الله غادي يجيب لك فيها الله تيسير بشاره بالخير. العالم اللي في المنام هو كل رجل من اهل الدين الذي يبلغ دعوه الله، واللي هو كيكون الوسيط بين الله ومخلوقاته، لذا كيتسمى اعلام الموقعين عن رب العالمين. العالم هو الذي يبلغ رساله الله، وهو الذي ينصح الخلق، وهو الذي يربطهم بخالقهم. وهذا العالم اللي شتي في المنام غادي يكون ان شاء الله تعالى رجل من اهل الفضل واهل الخير، غادي يكون معك ان شاء الله تعالى بالنيه ديالو بالدعوات ديالو. الطوموبيل اللي غادي فيها هذيك الحياه، انت الحمد لله رغم المشاكل اللي وقعت لك، لكن بقى في قلبك واحد النصيب عظيم من الايمان، كتثقي في العلماء. الحياه هي سياره، الطوموبيل هي السياره، هي الحياه غاديه فيها. القلعه اللي شفتيها بواحد المكان كما قلت خيالي، فيه ملك. الملك هو ضد الله في ارضه، لان الملك لا يعطيه الله لمن شاء، ربك يعطي الملك لمن اراد من خلقه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء،
الملك في المنام هو ظل الله في أرضه ورحمته بين خلقه. وهذاك الوليد اللي شفتيه إن شاء الله تعالى ربي غادي يبشرك بالخير. الوليد اللي شفتيه كيرمز إما أن ربي غادي يعطيك فعلا إنجاب، وإما حسنات. الأطفال الصغار هما حسنات عظام بأمر الله تعالى، حتى حاجة ما كتضيع بإذن الله. لالا أمة الله، أنا كنقدر المعاناة ديالك، الله يحسن عوانك وانت والأخوات ديالك. نعمة الأولاد، ربي عز وجل قال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ملي كيتحرم الإنسان من المال أو كيتحرم من البنون راه كيتحرم من زينة الحياة الدنيا. لكن الله تعالى استدرك وقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنسان دائما يشغل نفسه بالباقيات الصالحات، ما عندي مال، ما عندي بنون، ما زال بقي عندي الأمل. أشنا هو الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. للا أمة الله، في الوضعية ديالك لا شك أن إبليس سوف يتسرب إلى عقلك وفكرك وغادي يقول لك علاش كتصلي، علاش كتقيمي الليل، علاش كتديري هاد الأعمال الصالحة، أهو الله تعالى ما عطاكش النعيم، أهو عطى الناس كلهم الأولاد والبنات وانت حرمك. هذه كتسمى وساوس إبليس. إبليس عطى الله تعالى هاد القدرة على الوسوسة. هو في الأصل ربنا عز وجل يتنزه في ملكه سبحانه وتعالى، خلق الدنيا ما نخافوش يا عباد الله، راه الدنيا قصيرة، راه اش غادي يوقع كاع، شوف بالله عليكم وتكبر تتكبر واش غادي يوقع، ما غادي يوقع والو، لأنك غير رحمة الله الواسعة، غير الإنسان كيتوقع الأسوأ. وهما جاو الأولاد، أش غايزيدو فيك هاد الأولاد؟ واش غادي يحطوا لك؟ ورزقك تقطع، غتبقى بلا رزق، ها أنت مرضتي، غادي تعفن أبدا، ما غادي يوقع والو. اللي غادي يوقع هو شوية ديال المعاناة، وشوية ديال الصبر، والله تعالى كيتنزه في الملك ديالو. لا نقول بأن قدرة الله تعالى غائبة عنا، لا، ربي عز وجل قادر اللحظة، إنه الآن معنا. يسمعنا ويرانا، أقرب إلينا من حبل الوريد. لكنه علمنا في كتابه العزيز الذي أرسله مع أنبيائه ورسله بأن هذه الحياة الدنيا قصيرة، قصيرة جدا، راه مشى ثلثين من عمرنا والله أعلم شحال باقي، واش باقي القليل أو الكثير. وهذه الدنيا القصيرة وضع الله هكذا جميع الأجيال، راه ماشي احنا اللي كنتعذبوا ولا عندنا المعاناة، رحت الأجيال قبل منا، أبونا آدم وأمنا حواء وقابيل وغابيل. وقريت تاريخ البشرية في عهد البندالي والرومان والبيزنطيين، وفي عهد الموحدين والمرابطين، وفي عهد الأندلس، وفي عهد الصليبيين، وفي عهد جميع الحقب التاريخية. قريت تاريخ مزيانة تلقي بأن كل حقبة بحالنا، حتى هم عندهم نصيبهم وماتوا وانتهت حياتهم وقامت قيامتهم. فهذا لا ينبغي أن نخاف ولا ينبغي أن نشمئز، وإنما نصبر ونصابر، والحياة الدنيا بلاء. أسأل الله الكريم، للا أمة الله والآن غير تفعل الأذان دي صلاة العشاء حسب توقيت دار البيضاء والنواحي، أسأل الله الكريم أن يمن عليك وعلى أخواتك بفضله وجوده وكرمه. اللهم يا رب يا رب، كما أكرمتنا بالذرية الطيبة، أكرم أختنا أمة الله وأخواتها، أكرمهم جميعا بذرية طيبة. اللهم عجل لهن بحمل قريب. اللهم يا رب وعوضهن خيرا مما فات، واربط على قلوبهن بالإيمان. اللهم زينه في قلوبهن وكره إليهن وساوس إبليس. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، واللحظة نأخذ مكالمة من قلعة مجونة مع للا تودا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج قريبان بخير. أهلا بك للا تودا. لاباس. الله يبارك فيك للا. هانية. الحمد لله، الشكر لله. الحمد لله. يا مرحبا بك للا. الله يرحم الوالدين والدس قريبان، دعي معايا حيث مريتها. الله يشافيك يا رب. اش وقع لك لالا؟ مريضة، درت العملية وعندي السل. الله 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 يرحم الوالدين، الله يشافي ويعافي يا رب. عندي المشاكل بزاف مع ولادي مع راجلي، الله يرحم الوالدين، عطوني النمر خاص. واخا لالا تودا يا رب يا كريم، لا اله الا الله، الله يرحم الوالدين. بحال المشاكل اللي عندك لالا تودا مع الزوج مع الوليدات؟
كثير. وانت مريضة خاصهم يعتنوا بيك ويتهلاو فيك. ايه ولا اله الا الله محمد صلى الله. واش كبروا الوليدات ولا مازال واش مزوجين معاك؟ شكون؟ الوليدات. باقيين. وحدة مزوجة ومطلقة. الله. واحد الولد كيكمل المخدر كينعس في الدار ما كيبغي يخدم. لا اله الا الله الله يصلحه يا رب. الله يرحم الوالدين. الله يحسن عوانك لالة هدى الله يحفظك وليداتك يا رب. لا اله الا الله. انا غندوزك لالة هدى الستوندار ان شاء الله تعالى تكون رقم وتوسط فيما بعد. لا اله الا الله الله يشافيك. لالة هدى يا الله صلوا المؤمنين والمؤمنات صلاة العشاء. وبعد الصلاة يكون الدعاء مستجاب. والمؤمنين جباههم ساجدة لله وأيديهم متوضئة وقلوبهم طاهرة وألسنتهم رطبة بذكر الله. أسأل الله الكريم لالة هدى حسب المعاناة ديالك النبرة الصوتية كتبين بأنك معذبة في الحياة. تقهرتي من جهة صحتك وانت مريضة وعليلة وسقيمة والعملية الجراحية والمقص والموس كيدوز في اللحم والخيط ثم داء السل وضيق التنفس ثم هذه المشاكل اللي قلت لنا غير فتحنا لك الباب وسمعنا مشاكل. هذا غير البداية مؤلمة. البنت المطلقة اللي عندك في البيت والشاب اللي هو مبتلى بالمخدرات الله يحسن عوانك. ربي يكون لك ولي ونصير. السادة المستمعين الله يجزيكم بخير. هذه فرصة طيبة. القوي منا يأخذ بأخيه الضعيف. وأحيانا لما تكون الدعوات الصالحات فإن الله تعالى جل جلاله يرحم عباده المستضعفين. ونحن في هذا البرنامج لا نكاد نسمع إلا أصوات المعذبين والمعذبات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا رب العالمين نسألك لأختنا تودة من قلعة مجونة وأنت تعلم أنها معذبة والأمر إليك من قبل ومن بعد. اللهم يا رحمن يا رحيم فرج ما بها من هم ونفس ما بها من كرب. اللهم يا رب شافها في صحتها. اللهم يا رب ارزقها تمام العافية. اللهم بارك لها في الأولاد يا رب تولهم بالعناية والرعاية. المطلقة اللهم يا رب عوض خيرا مما ضاع وارزق زوجا من الصالحين. والشاب المبتلى بالمخدرات اللهم يا رب باعد بينه وبين المخدر كما بعدت بين المشرق والمغرب واجمع شملهم يا رب. لالة هدى هذا الذي أصابك ويصيب الكثير من الناس هذا من الابتلاء الذي أعطاه ربنا لعباده المؤمنين. وأشير بأن الإنسان حينما يبتلى ثم يبتلى ثم يبتلى ويصبر ويصابر ويحتسب ما الذي يقع له. هناك مقام عظيم يسمى مقام الأولياء. مقام الأنبياء والمرسلين انتهى مع سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى أخبرنا بأن هناك مقام آخر يسمى مقام الأولياء خاص بالذكور والإناث يشمل الجميع. هذا مقام رفيع رفيع جدا جدا جدا. بماذا يناله الإنسان؟ يناله حينما يضيق الله عليه الخناق ويبتلى بالشدائد والألم ويصبر ويحتسب ويبقى دائما صامد ومتمسك بالعروة الوثقى آنذاك يجتبى إلى الله. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه. في رواية نال منه. إذا أحب الله عبدا نال منه. ربي عز وجل يدخل لك من شي مدخل. إما كيمشي لك الصحة ولا إما كيمشي لك المال ولا كيمشي لك الأولاد ولا كيمشي لك الكرامة والعزة. شي مدخل من المداخل اللي انت مرتاح فيه وربي عز وجل ينال منك. هو اللي أعطاك ويأخذ منك ويرى كيف تصنع. ناظر كيف تصنعون. إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا صبر اجتباه. ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب. راكين واحد المحظوظين في الدار الآخرة حينما يبعثون غادي يلقوا بأنهم بدون ذنوب صفحيفتهم بيضاء ناصعة مشرقة والناس غيتسألوا يا ربنا من هؤلاء.
هل هؤلاء أنبياء؟ هل هؤلاء مرسلين؟ هل هم أولياء؟ يقول هؤلاء الصابرون الذين كانوا يبتلون في الحياة الدنيا وبقي صامد وبقي صابر وبقي محتسب. لنطلب منك للا تودا ومع السادة المستمعين أجمعين، وهي أن الإنسان يفوض الأمر إلى صاحب الأمر ويسلم، ماذا عسني أن أفعل حينما تتراكم علي المشاكل من كل جانب، حينما كتكون الدنيا واحد نهار جميلة واحد نهار ميسرة وغادية كلها على بعضها حلو، ولكن في لحظة من اللحظات تغدر بك الدنيا وكتقلب لك الأجواء كلها والحسابات والمقاييس، كتلقى واحد الدنيا غدارة، كي غندير في هذه اللحظة هذه؟ نبقى نبكي ونشكي؟ لا، يقول لك أهل الله فوض أمرك إلى صاحب الأمر وسلم أمرك تسلم. سلم، هذا ما غنديرو. ما تبقاش لا تودا أنك قلبك يتقطع. اللي سولك قل له فوضت أمري إلى خالقي، فوضت أمري إلى خالقي، وخلي مولانا يتصرف في ملكه، مالك الملك على كل شيء قدير. أسأل الله الكريم أن يفرج همومكم وينفس كروبكم ويجمع شملكم ويعزكم في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من قلعة ماجونا إلى إقليم العرائش مع أخينا سيدي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد يا عم الحاج، لاباس عليك؟ مزيان الحمد لله خويا، الله يبارك فيك. أكيد يا الوليدات، كيف مع الصحة؟ كل شيء بخير الحمد لله مولاي. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج عم الحاج، فتنا بزاف. حفظك الله خويا، حفظك الله. أدعى معي عم الحاج شوية، أنا عيان شوية. لا إله إلا الله. عندي مانع شوية عم الحاج، وما كيتيسر لي شي بزاف ديال الأشياء. الله يفرج عليك يا رب. والصلاة كنقطع، مرة كنصلي مرة كنقطع. دكتور دعا معي، الله يجزاك بألف يا رب. يا رب الله يشافيك ويعافيك يا رب. يا رب يا كريم يا رب، الله يفرج عليك أخويا سيدي أحمد، الله يفرج علينا وعليك ولا جميع المسلمين. غير صبر أخويا سيدي أحمد. الدعم على الوالدة سيد الدكتور، الوالدة ما كيتصنت ولك من الدكتور كيتصرز لك من البرنامج ديالك. يا رب يا كريم يا رب يا أخويا أحمد، إن شاء الله غندير واحد الفتحة شاملة بإذن الله الواحد الأحد، وربي سبحانه وتعالى يكون لنا ولك فيها أوفر النصيب. سيدي أحمد أنت عندك الوالدين، ما تخافش، اللي عنده الوالدين راه عنده رحمة الله بين يديه. تهلا في الوالدين، بوس الراس وبوس للدين، ودائما تعطي رأسك بينهم وغتلقى الحمد لله رحمة الله واسعة. اللي عنده الوالدين ما يخافش، راه اللي مشاو ليه الوالدين هو اللي خاف، راه الوالدين غطاء وحجاب. وكتصلي أخويا أحمد ما تخافش، اللي كيصلي ما يخافش، تكون المصائب أو تكون الشدائد أو تكون الغوائل يقع اللي يوقع، ما دمت تصلي ما تخافش، أنت قريب من الله وأنت تتمسك بالعروة الوثقى. أسأل الله الكريم أن يحفظكم ويرعاكم ويزيدكم من فضله. اللهم أمين يا ربي يا كريم.
راديو ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. كلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. أيها الأحبة الكرام، لعل ما أصابنا من شدائد وأمراض وأسقام وكروب لعلها تكون بسبب ذنوبنا أو تقصيرنا. تعالوا بنا جميعا في هذه اللحظات نتوجه إلى الله تعالى بالاستغفار، فإن المستغفرين هم أحباب الله. إذا شعرت بأن عندك ضيق وعندك شدة وعندك صعوبة في الحياة، لا داعي أن تشغل بالك بالتفكير، ولكن انشغل بذكر الله وأكثر من الاستغفار، لعل الله تعالى يرفع عنا جميعا الشدائد. فإن الله تعالى من صفاته الحياء يستحيي لمن يرفع إليه يديه ويستغفره. تعالوا بنا نستغفر ونقول: نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله رجوعا إلى الله. نستغفر الله فرارا من غضب الله إلى رضا الله. نستغفر الله فرارا من سخط الله إلى عفو الله. نستغفر الله من التقصير في العبادة. نستغفر الله من عدم القيام بحق الله وخلق الله. نستغفر الله من عقوق الوالدين. نستغفر الله من رؤية النفس بعين التعظيم. نستغفر الله من قطيعة الرحم ومن الحسد ومن الغيبة والنميمة. نستغفر الله من السمعة والرياء وسائر الأخلاق الذميمة. نستغفر الله من سائر الذنوب الخفية والعلنية. نستغفر الله من كل ذنب يصرف عنا رحمته ورضوانه. نستغفر الله لنا وللمسلمين وللمؤمنين وللمذنبين. نستغفر الله الغفار الذنوب ستير العيوب. نستغفر الله حياء من الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا واغفر لميتنا واغفر لصغيرنا واغفر لكبيرنا واغفر لذكرانا واغفر لأنتانا واغفر لشاهدنا واغفر لغائبنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يا رحمن يا رحيم، ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ألحقنا بعبادك المؤمنين المتوفين. ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. اللهم يا رب العالمين، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، نعوذ بك يا الله من هم الدنيا ومن هم الآخرة ومن عذاب القبر. ونعوذ بك يا رب العالمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا أكرم الأكرمين، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج همومنا. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم نفس كرب المكروبين. يا الله يا الله، نسألك بوجهك العظيم، ونسألك باسمك العظيم، ونسألك بسلطانك القديم، نسألك اللهم أن تفرج عنا كل كرب. يا كاشف الغم، يا منفس الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف السوء اكشف عنا السوء، يا كاشف السوء اكشف عنا السوء، يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء. اللهم ادفع عنا البلاء يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، إنك أكرم الأكرمين وعبادك الليلة نزلوا عندك ضيوف. اللهم في هذه الليلة اقضي لجميع عبادك ما هم في أمس الحاجة إليه، اللهم اقضي لهم حوائجهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم يا سيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، نسألك بأنك أنت العزيز ونحن أدلاء إليك، نسألك بأنك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، نسألك بأنك أنت الغني ونحن الفقراء إليك، نسألك بأنك أنت المجيب ونحن المضطرين إليك، نسألك بأنك أنت القادر ونحن بحاجة إليك. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم آمين يا رب، يا حنان يا مدان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، لا تكسر لنا نفسا بين المسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اعطينا ولا تحرمنا عاجلا غير آجل. اللهم يسر كل عسير، اللهم يسر كل عسير. اللهم اجمعنا في جناتك، جنات النعيم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا استعنت به أعنت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا دعيت به أعطيت. اللهم يا رحمن يا رحيم، كل عبادك من عندهم حاجة أنت أعلم بما في قلوبهم وضمائرهم. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم من كان مريض فعجل له بالشفاء الكامل، أنت طبيبه وأنت علاجه، لا تحوجه إلى طبيب ولا إلى راقٍ، أنت طبيبه فشافه وعافه. اللهم من كان فقير وبدين، اللهم اغن عبادك الضعفاء والفقراء. اللهم يا رب العالمين، ومن كانت عازبة اختر لها زوجا من الصالحين، ومن كان شابا عاطلا ارزقه عملا مباركا، ومن كانت تحتاج إلى الخلفة فارزقها ذرية طيبة، ومن كان مظلوما فانصره يا ربنا ولو بعد حين بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا على أثير هذه الإذاعة، اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفات وفي منى وفي مزدلفات، واجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.